أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصدرين أمنيين مصريين أن محادثات وقف إطلاق النار في غزة حققت بعض التقدم فيما يتعلق بملف الأسرى، وأيضا في مسألة انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع. أضافت رويترز أن هناك اتفاق على آلية لإدارة القطاع بعد انتهاء الحرب. وأيضا أوضحت أن العمل جار على مسألة الضمانات لوقف إطلاق النار في غزة، كذلك الترتيبات الأمنية على المعابر الحدودية. كما أفادت نقلا عن المصادر أن المناقشات سعت للبناء على النقاط التي وافقت عليها حماس. في المقابل قالت حركة حماس في بيان لها إنها لم تتبلغ من الوسطاء بأي جديد عن المفاوضات، متهمة إسرائيل بالمماطلة لكسب الوقت بهدف إفشال هذه الجولة. هذا وكشف أيضا مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن فريق التفاوض يغادر إلى القاهرة لإجراء مزيد من المحادثات، وأكد أنه لا يزال ملتزما بإطار وقف إطلاق النار في غزة الذي يجري التفاوض عليه، كما اعتبر أن حماس متمسكة بمطالب تتعارض مع إطار وقف النار وتعرض إسرائيل للخطر، معللا أن احتفاظ إسرائيل بالسيطرة على المنطقة الحدودية بين مصر وغزة بهدف منع تهريب الأسلحة بحسب تعبيره لحماس هو أحد 4 شروط وضعتها حكومته لوقف النار. وقال أن شرط استمرار سيطرة الجيش الإسرائيلي على ممر فيلادلفيا ومعبر رفح هو أحد 4 مبادئ طرحتها حكومته في إطار المفاوضات. أنا ملتزم بالاتفاق الإطاري لإطلاق سراح الرهائن لدينا، لكن قتلة حماس متمسكون بمطالب تتعارض معه وتعرض إسرائيل للخطر. الضغط على حماس بقوة وحده هو الذي سيعيد الرهائن، وسنفعل ذلك على الجبهة الشمالية. أي شخص يهاجمنا سيقتل. سنحدث تغييرا جذريا في الشمال وسنعيد السكان لمنازلهم. إرادة الحياة وقوة الحياة المغروسة فينا لن تسمح لنا بإيقاف الحرب حتى تحقيق جميع أهدافها.